السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش غادي نصنعوا واحد الأداة، واحد الساروت، ساروت اللي غادي يمكننا باش نفتحوا بالونات بأحجام مختلفة. في الجزء الثاني ديال الفيديو غادي نشوفوا كيفاش غادي نستعملوا الغلايق ديال المناضة خصوصا، وحتى الغلايق ديال البوطة وغيرهم، كيفاش غادي نستغلوهم في أشياء مفيدة. لصناعة هاد الأداة أو هاد الساروت باش غادي نفتحو البولونات، غادي نحتاجو لواحد التيج، طرف ديال التيج غادي ناخدو منو غي طريف واحد 20 سنتيم أو 25 سنتيم، ويكون عندنا فيه واحد الكرو، وغادي نحتاجو طريف ديال السنسلة، تقريبا واحد 10 العقدات ديال السنسلة. النتيجة هي هذه، الأداة ديالنا دابا راها جاهزة، غادي نحكها شوية ونظفها وهي جاهزة للاستعمال. التيج راني درت فيه 20 سنتيم، والسلسلة درت فيها 10 ديال العقدات، وكافي بزاف باش تحل بولونات كبار. راه تيمكن لها تحل حتى بولونات صغار، لان العمل ديالو هو بسيط جدا. فشحال ما دورنا هذا، شحال ما دورنا الفيس، شحال ما فوالا، شحال ما دورنا الفيس يدخل، شحال ما يكون الحجم ديال هذا صغير، ديال البولون صغير. فوالا يمكننا نهبطوه لواحد القياس اللي معتبر. يمكن نديرو في الراس ديالو هنايا، نديرو واحد سندان، ندير واحد الحديده صغيره اللي مربعه اللي تتحكم البولون. فوالا، هذه الاداه الاولى. الاداه ديالنا يمكن لها تولي صغيره لدرجة انها تشد غير بولون ديال 10. هاد الاداة ها هي سالات، وباش نزيدوها جمالية قطعنا واحد طريف ديال الخشب
الطريف ديال الخشب هذا شطابه مهرسه، وتقبته فوالا وعمرته بالنجاره، فوالا عمرته بالنجاره مع الكولا، ودابا غادي ندخلوه في هذا. طبيعة الحال راه تيدير بحال داك لي فيت البومبا، حيت ما متقوبش من التحت. فوالا كاين ضغط قوية، المهم غادي ندخلوه ونرجع لكم. هيا ركبنا لها القبضة، دابا الأداة ديالنا فالصيغة النهائية ديالها هي هادي. فوالا في الجزء الثاني من هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش غادي نستغلوا الغلايق ديال المولادا وديال قراعي الغاز وغيرهم في استعمالات مفيدة. الاستعمال الاول انه تنديرو واحد تنحيدو بعدا هاد البلاستيكه كما شفتو، وتنجيبو المسدس ديال الشمع تنديرو واحد شويه فوالا، وتنديرو البولون، تنديرو بولون الوسط، تنوسطوه، تنحاولو نوسطوه ما امكن فوالا، وتنعمرو عليه بهذا المسدس ديال الشمع، تنعمرو عليه بهذا الشكل هذا فوالا، تنعمرو عليه حتى تيعمر. وتيمكننا مثلا للديكوراسيون نكونو مفصلين واحد بلاستيكات واللي بحال هذا الشكل هذا، بحال هذا اللي كانت، ونسدو عليه، غادي يجي احسن بزاف. نحاول نديرها فوالا، نحاول نسد عليه بهذا الشكل هذا، غادي يجي احترافي اكثر وغادي يجي مزيان. تيمكننا كما قلت نديرو هادو ديال المناضه، كما تيمكننا نديرو هادو ديال تيجي الشكل ديالهم زوين حتى هما، هادو ديال البوطه ها هو واحد، وهادو تيمكننا نستعملو ميم هادوك الغليقات صغيورين بحال هكا فوالا. الاستعمال ديالهم راه تيمكننا نديروهم يا اما باش نزيرو شي حاجه، ولا او تنديروهم في هاد الصابو ديال السيرجوان فوالا. هي نفس الفكرة اللي طبقت هنايا في هاد الشاريو ديال المنشار، في هاد الأداة ديالو اللي باش تنشد بها القياس، من حيت تزيرها هكا صافي ما تبقاش تحرك. الاستعمالات ديالو هي استعمالات كثيرة جدا، يعني ما خصناش نرميو هادو ديال هاد البوشونات، يعني راه عندهم استعمالات في حقه من غير هاد الاستعمالات اللي قلت لكم. راه تيمكننا هاد الغليق هذا راه تيمكننا ندوبوهم ونعملو بهم قبضه ديال موس او شي اداه، تيمكننا نصايبوهم ونديروهم في واحد القالب ونديرو بهم واحد المي، داك
المطرقه باش نضربوا على زليج او على خشب او على شي حاجه اللي ما بغيناش نخليو فيها الاثر. يعني الاستعمالات ديالهم راها كثيره وكثيره جدا، يعني نستخدمهم في بزاف ديال لي سيرجوان اللي عندي، نستخدمهم حتى بهادو اللي انا مبريكو ليهم، هاد لي سيرجوان اللي انا مبريكو ليهم. فوالا تنكتفي بهذا القدر، تنشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.